مع الميلان في هذا الموسم، مباراتين وهدفين. نايجيل ديوك مع الانطلاقة، وانطلاقة شجاعة كانت من نايجيل ديوك في المنتصف، والكرة في المرمى، هدف رابع، هدف للميلان، هدف للروزانيري وسط الضغط وبعشرة لاعبين. يثبت الروزانيري أن معدنه أصيل، وأن نايجيل ديوك الهولندي صاحب 29 سنة هو من تقدم في هذه اللقطة، ومن قطع الكرة في محاولات الهجمات اللي كانت لصالح بارما، وانطلق في اتجاه مرمى أنطونيو ميرانتي، وبكل شجاعة ينفرد بالمرمى ويسجل على يسار أنطونيو ميرانتي هدف رابع للروسينيري. هدف رابع للروسينيري. هذه عادة الكرة بين فيليبي وبين كاسانو، ومقطوعة كانت من كاسانو. ديونغ يتقدم، فيليبي حاول العودة لكن ديونغ يضعها بسهولة وبهدوء كرة تتهادى إلى المرمى. هدف، هدف رابع للميلان، هدف رابع للميلان. سلام عليك يا ديونغ، سلام عليك، شارك في نهاية كأس العالم مع